جددت الولايات المتحدة على تأكيدها الالتزام بشراكتها مع السعودية في مواجهة ما وصفته بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك في مكالمة هاتفية جرت بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أوستن أكد لولي العهد السعودي دعم بلاده للحل السياسي في اليمن والتزام واشنطن مع الرياض بهزيمة التنظيمات التي وصفها بالمتطرفة في الشرق الأوسط، وأضاف أن بلاده ستوصل دعم ومساعدة السعودية في حماية حدودها من الهجمات الحوثية على أراضيها.